السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف برنامج قوي جدا لتحرير الفيديو وان انت تعمل مؤثرات حلوه قوي اسمه شوت كات، وده برنامج مجاني واوبن سورس، فمفيش اي مشكله خالص في التعامل معاه. هقول له اوبن فايل، وهختار مثلا ملف زي دوت. انا عايز اضيف، السلام عليكم. دلوقتي هنشوف لعبه لذيذه اسمها عايز اضيف شكل الحركه ان في صوت بيعلى ويوطى هنا. ممكن يكون مثلا بسجل بوك اوديو، فانا عايز يبقى فيه مؤثر صوتي مع صوره، فاجي هنا واقول له ان انا عايز اضيف اوديو ويف فورم. انا عندي هنا الفلتر فيديو واوديو فيفرت، فاقول له انا عايز اضيف بالشكل دوت. اهو ضافها لي اهيت، خلاني بس ايه احطها في الجزء ديت. طبعا تقدر تكبرها وتصغرها. بص لما ابدا ستيشن 3 لعبة فعلا عجبتني جدا. خلينا نبدا في فترة الصمت هتلاقي ان لعبة عبارة خالص خالص. طيب ممكن نضيف برضو مؤثر زي اللايت بالشكل دوت اهو. تقدر تحطها مثلا فوقيها على طول ديت. وخليني اضيف واحدة كمان مثلا الاوديو اهيت. تمام. طيب دي هتخلي في الصورة نفسها يبقى فيها عن ايه حركة الشكل ده. مستويات كتيرة، كل مرة بتروح انت يديك لغز توصيل وانت تحله. الحمد لله خلصنا الالعاب كلها، بس خلينا حاجة مثلا كمان ناخد حاجة زي كده. مثلا خلي بالك انت ان بقى في بتبدأ بيعمل اضاءة، توصل بس دي بينهم ببعض، الهي يعني مثلا معلش الترس ده اكيد هيتحرك مع هنا بيعمل تأثير الصوت، هنا بيعمل تأثير بيبقى في نور عالي او يقلل الضوء حسب درجة الصوت. فده ما شايفين برنامج سهل جدا في الاستعمال. بتلاقي هنا التايم لاين، تقدر تضيف صوت، تضيف فيديو، تضيف صور زي ما انت عايز، وتقدر تصدر الشغل دوت لباقي امتدادات الفيديو بحيث ان انت اكسبورت فيديو هوت، بحيث ان انت بعد كده مثلا ترفعه على الفيسبوك او اليوتيوب او تحتفظ بيه زي ما انت عايز. بيقول لك انت عايز تصدر ايه السورس ولا، وبعد كده تقول له اكسبورت فايل وتصدر الملف على اي امتداد انت عايزه. هتلاقي هنا ده السورس وده البروجكت اللي انت حابب انت تشغله.